بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري أحمد عطاف أن بلاده عملت بكل إخلاص من خلال عضويتها في مجلس الأمن على تمكين القضية الفلسطينية من البقاء على جدول أعمال المجلس باعتبارها أهم وأقدم قضية في العالم. وأعرب عطاف عن ترحيب بلاده بالزخم المتزايد والدعم الذي يحظى به مشروع عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. فقد عملت الجزائر منذ انضمامها لمجلس الأمن بكل أمانة وبكل وفاء وبكل إخلاص على تمكين القضية الفلسطينية من استعادة مكانتها المركزية كأقدم قضية على جدول أعمال منظمتنا الأممية وكأبرز قضية تستدعي تصدر أولويات المجموعة الدولية وكأهم قضية يستوجب الإيمان بها تعبئة الجهود وحشدها من أجل نصرتها على الوجه اللائق بمقامها في وجدان شعوبنا وواقع دولنا. إننا نرحب أيما ترحيب بالزخم المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظى به مشروع عضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.